خميس قفش الدنوح في كباريه الملط وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان نوع الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص، مال وشك مسفر كده ليه؟ لا لا الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل. عج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسالني يا ابو سنه، لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا، استرها مع خميس. كأنه حرافي، وروحنا ملبسينه نص الطوب الفوقاني لمؤاخذة واحمر وهو لابس اسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص من الضحك قد وسطك يجي 100 مره. ايوه يا خميس يا حبيبي، بس انا خايفه عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شويه يا اخوي، ده انت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، امال اللي جاي ايه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني انت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ تخافيش يا رمانة، النار ما بتحرقش مؤمن. انا ما بهزرش. ايه ولا انا بهزر ولا انت شاكه اني مؤمن؟ لا طبعا يا اخويا، ربنا يزيد ويقوي ايمانك اكتر واكتر. امين ان شاء الله. بس انا والله خايفه عليك من اللبش ده. لبش ايه؟ هو انت عايزين اسيب حق يا رمانة؟ اسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومه؟ اسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وانا ببنيه طوبه طوبه. انت ما تعرفيش انا تعبت قد ايه ولا شقيت ازاي عشان ابني البيت ده. انا اتذللت للزباين، انا ياما كنت طايف للزبون اثبته واتذلل له، اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص اثبته عشان ياخد له وقيه، واللي بياخد وقيه ولا وقيه ونص اثبت فيه عشان ياخد له فرش ان شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. أنا شقيت يا رمانة، شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت اللي أنا فيه وبقيت كده. أقوم بقى سايب كل ده في الآخر وأقف أتفرج؟ ساعتها مبقاش أستاهل اسم أفندينا يا رمانة. أيوه بس أنا بصراحة كده ماليش فيه، أنا بحبك يا خميس وخايفة عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانة. غلط بقى ولا صح، هو ده أنا. اليوم مامي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغير، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. اما انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده رمانه كان تابوت، تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين، زي ما يكون مكتوب عليا اني اجيب الدنيا من اخرها واسرق طعمها من بق الموت. احنا ايه الكلام الكئيب ده؟ ايه اللي فكرنا بالليله دي دلوقتي؟ هو انا ما وحشتكيش يا بت ولا ايه؟ وحشتني طبعا. طب امال ايه بقى؟ ايه بقى؟ تعال بقى اهو. ايه؟ اهو بقى. اهو تلعبي ريست. ريست ده ايه؟ ريست يا بت، ريست دي لعبة النخبة. تعالي بس ما تخم. ماشي ماشي يلا.
اظبط كده. واحد اثنين ثلاثة. يا بنت قوية يدوب علينا ربنا. راح فين على الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجاله كتير وعزوه اكبر. يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا اهو رجالته ابن الكلب. بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي. قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بنت؟ ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب وحات امك اللي عرفت مامك صح. حرام بس. وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ نسوان ناقصة رباية. ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الولية كل شوية تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على رأي المثل، الراجل أنيها وهي بتبص لأمه بعينيها. قال ده شاير. ده المفروض يسموها نوايب. ولا الله يخرب عقلك، أنت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ أنا عارفة إن أمك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي، ادي البيت اللي انا لسه موضبه. انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس ارحموني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعليلتك نار. يا ام يا ام، انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري. بالراحه يا اخويا، ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاحوا عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لا همهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك، ابوس ايدك، خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي، حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس. اموريني تطلق الوليه دي وتخلص منها.
ده بوزها عاكر. شايف؟ ادي امك ايه؟ عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى، انت هتستفيدي يا ست انت اما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ ده رايح بيت قلة الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت، انا هضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه، ده ما بقاش بيت، ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص، وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ لا تكنيله في شكلك، امشي غريب من وشي. ده انت ما فيكيش زق. هتطلقي هتطلقي. ها؟ الشاي بتاعك يا معلم ابو الشمس. شاي سكوارع. تحت امرك يا معلم. سند السكين ونص. خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني خليك معايا يا ضغوط، كمل العشر. ايوه استناه. نص فرش اربعات يا معلمي. زودت 100. حاضر. طب اخفى دلوقتي. اه الصبر، عملت لي السكينه. اه انا عايزك تذبح. ها طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت، الناس رايحه جايه عماله تبص. ايوه يا بوزنة، مالك يا اخويا؟ اتخنقت زهقت قلت اطلع بره اشم شويه هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبيه يا حاج. سلامتك من الكعباله يا معلم. عايزين نص فرش اربعات. كام دول؟ زياده 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للوليه بتاعتك دي تبطل الاعمال اللي بتعملها. الاعمال دي مش لينا احنا يا حاجه، ده عشان تبعد عيون الحكومه عننا. بس والله غلبانه وبتحبك البنت. اه يا اخويا، وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبه مصلحه. عمر استاذ عايزك في مصلحه يا معلم. مصلحه ايه لا مؤاخذه؟ احنا عايزين ربع وايد حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافيه ما بسمعش. الحشيش قال لا مؤاخذه يا معلمي، لا مؤاخذه يا معلمي، قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه، فانا قلت مفيش حد يدله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره، الدنيا تلاهي، هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك يا اخويا، في حاجه؟ انا جاي اقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده؟ عينينا ليك. خدوا المعلم شلوفه خليه يعمل له احلى حجر معسل على حسابي، اوعى تحاسبه ده ضيف. ها يا معلم، انا قصدي المجال حشيش يعني. ايه حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك ان الحته دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار اسود، ده اخيرا تعمل شر انت لا نضايفك تقول لنا بتبيعوا حشيش؟ يا ابني احنا بتوع معسل، الحقوا يا اخوانا، الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا، بيقول الحته فيها حشيش. حبيبي انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟ جاكيت؟ لا مش هنا، مش في الدولاب يا حبيبي، ما انت حاطه هنا ورا الباهم، انت نسيت ولا ايه؟ اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اه اصل انا افلاق، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها، عيب كده. حريمي؟ اه بس يا خبوستي بقى، ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني.
طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب بص بص يلا بس خد الجاكيت بتاعك. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ شايف حاجه؟ بس هو مفيش حاجه، شويه حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا حريبي. يلا عشان تلحق. بس باجي ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة كنت فاكرة روحي بس متشعلقة في رقبتك، أتاري جدتي وكل حتة فيا قفشين في إيدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك. قلبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافع، لا أنا قادرة ألم نفسي في حضن أخوك ولا طايقة أديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ أنا ولا أنت؟ الله يخرب بيت الجواز وأيام الجواز وسنين الجواز، هذا اللي احنا بناخده منه للشباب، هم وقرف وغم وكلام فارغ. لا والغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت ادخل. القهوه معايا يا باشا. طيب عندك. حظك في رجليك يا باشا، إخبارية طازة ومن النوعية اللي بتحبها، قلت لازم أجي أبلغها لك بنفسي. قبل ما تقول أي حاجة علي، أنت قاعد على القميص بتاعي. مبروك يا أم سامي. الله يبارك فيك يا حبيبي، استنى خد يا ولا، زرقته يا بنات. من الجنة دي تبعتها لأمك في البلد، أوعى تصرفوا على النسوان. أم سامية. عيون أم سامية وقلب أم سامية. هات المفتاح عشان عايز أنام. نوم إيه؟ النهارده يوم مفترج والبنات هم هنروح نهيص. نهيص ايه؟ هو انا زبون يا ام ساميه؟ خلصي بقى وقت المفتاح. زبون اخس عليك، ما تقولش كده، ده انت صاحب بيت. بيت ايه ده اللي حابه صاحبه؟ وحياه ساميه اللي عيني لسه ما رأيتها، لا خليك كبير المنطقه، اخليك ديك رومي منفوش كده ماشي. اخلص يا ام ساميه انا تعبان. الله 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 الله، ايه ده؟ الله 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 الله. ايه ده؟ البضاعة دي مركونة هنا ليه يا براء؟ أنا يا حاج اللي قلت لهم يلوموها من السوق علشان يزيد سعرها يعني. وأنت فاهم لما البضاعة تشح من السوق الناس هتسكت؟ يعني هيعملوا زهرات. اخرس أنت! أمرك كبير. البضاعة دي لما تشح من السوق الناس هتدور على غيرها. وفي زيها دلوقتي كتير. والمضروب منها بقى أكتر يا معلم. محدش يقدر ينزل قصادنا في السوق يا حاج. السوق أنا ربطه من عرقوبه، وكان يعني على خميس وعيلة أبو سنة، فدول كبيرهم سبارس يبعوث فدلاب زمن وراح. يا واد افهم، سوق بير السلم هو الخطر الحقيقي اللي انت ما انتش حاسس بيه. دي ناس مدرية محدش عارف عنهم حاجة، والكيف ويزل صاحبه وبيخليه يترمي في عبء اي حد يظبطه. البضاعه دي لازم تتوزع من الليله. ايوه حاج، بس ما بسش كلمه اللي اقولها تتنفذ على طول، فاهم يا براء؟ احنا هنسلم حبايبنا الاول، عربياتهم هتبقى جاهزه في المكان والميعاد اللي انا هبلغكم بيه قبلها بساعه. براء مع خرفوش ورز ويا الرجاله. وشفاعه يا حاج؟ لا شفاء، عنده زيارة لناس حبيبنا. حصل ايه؟
تخيط الحجاب ده في حجر بنطلونه وحتنون المراد، وبعدها العيل هينزل يتزفلط دغري من ظهره. ادعيلي اوعي تنسي الاسم، حنتومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. اما الحلاوه بقى يا وليه اسكتي شويه، عايزه اكلمك احكي لك. ما خلقك ضيق كده، مش مقاس حلاوتك. ده انت حلاوتك ياما وتسعي من الحبايب كتير. يا امي يا حنتومه، لو ما سكتي اللي هجيب لك الرجاله اللي بره يجوا يقطعوكي هنا. ده اما شويه رجاله بره، انما ايه لوز. بقول لك ايه، ما تجيبوهم من بره يفتشوا ويبقى التفتيش ذاتي. وهو كل واحد ينوبه من الحب. يا وليه تهدي شوية ووراقي كده بالصاجات اللي نازلة بيها على دماغي. أنا جتتي مش خالصة. إيه هو المعلم؟ مش المعلم. أمال مين؟ الأصل. يا أختي مش عارفة ده زي ما يكون طير كده وحط على سقف بيتنا. سمعت عنه كتير واستنيته أكتر، وساعة ما شفته زي ما يكون عفريت ولبسني، زي ما تكون يا اختي الندحه بتشتغلني في الرايحه والجايه. اهلا، هات الكوز وسيبك من العجوز. مرهوش مرهوش، ده الحكايه عوق وكلها مطبات يا ست شوق. طب والخلفه اللي كنت بتجري وراها من المعلم واللي بقالك سنين هتموت عليها يا اختي؟ بركه انها ما حصلتش كده، اسلك واروق عشان الواحد لما يعوز يهج. لا قد كده ورسني على الدور عشان حنتومه سقسقه تعرف تشتغل، ولو كرب يعدي ولو ضيقه توسع ولو شر امثلهولك واسلتلك منه خيره. اه يا بنتي يا حنتومه، لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه بره. هديكي بدل الطاقه 10، بس هي الرجل تيجي والسنارة تغمز. عارفه انه بات بره معذور مش تقل الدنيا. انا عايزاكي في حاجه اهم، انتي بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انتي مرات ابني، وابني ده كبير العيله واخر جدر فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفة مش بإيدك، عارفة، لكن أحب أفكرك إنه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى. اتكلي على الله، يلا وفرحينا. عارفة كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا أسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغاية سريرها ما تبقاش ست. يلا اتجدعاني كده وجيبلنا حتة عيل. يا بنت التلميذ اللي انت سارحه معاه طول النهار ده، خلاص ما بقاش فيه لا خشه ولا دم ولا اخلاق. عايزه الناس يقولوا على ست الحبايب ايه؟ مسرحاكي؟ ده جاري بص ومتربيه معاه. جارك مش جارك ملناش فيه، يا بنت ركزي في الكلمتين بتوع البص عشان تستفيدي.
اسمعي يا بت، انا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ربنا يبارك لك في الالمونيا اللي انت بتقفشيها، وبدل ما انت سارحه معاه طول النهار كعب داير، هاتي هنا المحل على الاقل يبقى تحت عينينا ومطمنين عليكي معاه، وبالمره يفتح لك ازازتين تلاته بيره، وهو الجار اولى بالشفعه. رمانه الطله اللي مش في اوانها دي، عايزاك ضروري. بالسلامه انت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحه بره المحل تاني، الصرمحه تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي امرني ذاكر لها باب الركلام صفحه 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي. يلا شلبي امرني الكيت يا روحي. لا مؤاخذه يا نجم. باب الركلام ها؟ اموريني يا نجمه. بقول لك ايه يا مالت، اوعى تجيب سيره الخميس بأياتها حاجه. خميس سيرة حاجة، لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا ايه يا نجمة؟ جرى ايه يا مالت، انت هتعملهم عليا؟ ما انت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، انا ابن السوق والكلام لازم يبقى اخد وعطا. عايز ايه تاني؟ مش كفاية اللي انا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. امال عايز ايه يا اخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مرة جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقوا، كنت هقلبه فرن بلدي، قدموا علينا نحس. خميس انت عارفه كويس، دماغه جزمة قديمة ورمانة ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت بدل ما حاجة تانية تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانة ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملطي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم، وعايزني انا اقول له اقول له، عايز انت تقول له قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوك. شكلها اخباريه في شنك يا سعد الباشا. لسه في اول الليل عارف حته تزهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق بس يعني. هات العربيه دي. ديت؟ لا 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 اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا اللي وراها الميني باص. ده اتوبيس مدارس. انا عايز اتوبيس المدارس. تعالى يا بس رخصك. اركن لي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عالم. وده ايه ده يا نحنور؟ ده بشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أدار الدموع جواها. حدش عنده فرحة يا سلف، أنا مش عارفني، انا توت مني، انا مش انا. انا مش عارفني، انا توت مني، انا مش انا. انا مش عايز دوشه، ابات بره ابات جوه، دي حاجه تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانه وبراحتي. محدش عنده ضحكه يا سلف أداري. أمي مالها Thank you.
في صوت في البيت. صوت مين اللي ساجد يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال زوز زومات يخليكم ضهر. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا ورا. ايه يا ابني في ايه؟ طورت مني على البحر. تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تضطرني حاجة. يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى يا خفيف. ولا اي حاجه. زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب، زمن الوحوش حوش يا رب يا رب يا رب. في الزمن ده اتغيرت نفوس. القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه. لا 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 لا. الو بتقول ايه؟ واد اتمسك؟ طب ما الحكومه شغاله كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانه ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوفك كل بكره الساعه 6 عشان يعزم. امرني، انا هنا عشان تامرني. رمانه جاهزه؟ جاهزه ومستنياك حبايه حبايه. برافو يا مالدي، هات البلط وحصلني. امرك. احنا في زمن الوحوش ناس ما يرحموش. ياض حب على رجل سيدك يا فندينا. ياض انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز، مش وش يا مطي، ده مهما كانت عدى اسير حرب.
يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي، ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله اللي تقول عليها يا افندينا؟ شفت، لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت عزوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مقطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته، وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضيه دي كلها ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ بص لي، خايف من ايه؟ في ايد خايف منه اكتر من الاعدام. اطرد! رد عليا يا رجالي! تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. أنت دخلت هنا إزاي؟ ما أعرفش. والنبي ما أنا سايقه والله بحبه. والنبي ما أنا سايقه والله بحبه. طب هو صحيح. الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح. الله يلا وين الشعب ادينا. يا رمانه انت مستخبيه مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجوده اهو. انت عارفه مبدئي اللعب على المكشوف. انت مش لابسه كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما ازهقش. حاضر يا باشا، أمرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمة. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس،
انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمه وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. وبعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ Where you go؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله ونعيش كله ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا ولف الحوار وحاوى تبير سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. هو المكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انت لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك، مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح الاصل غالي، وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل، وننتبه للقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير جهنم يعني يا حياتي. زي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحتي الكل. انهي كل؟ انهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، اسيب الكلب بتاعهم يروح ازاي؟ اهدى بس يا خميس، احنا لسه بنقول يا هادي، وانت لسه طالع والعين عليك، والحكومه لو شمت خبر. ايش دخل الحكومه في اللي انا بقوله؟ ولا احنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصه اللي اتربصت لك ردينا عليها يا خميس، واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالسهل، برضك ليه رد. ورديت على الرصاصه ازاي خير؟ بوظ للنوح عمليه تقيله، دافع فيها قرشين حلوين. قال اه بوظتها له ازاي؟ اخباريه للحكومه. ده كلام ده يا خل؟ ده كلام؟ من امتى ردنا بيبقى غدره ولا خيانه؟ ومن امتى بندخل البوليس في اللي ما بين ده؟ لا اله الا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا قومة تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص، ده رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية افندينا ولا يطلع من ايدينا ابو سهنة. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روح، بس متعيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز قوم يا افندينا. يا مؤاخذة يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. اه بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيل اتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ انت ناسي عمل ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى أصول الكار إنك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده أنا عاوز تبقى كبير يعني. أنا لا عايز أبقى كبير ولا عايز أبقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس البلاد وتطلع منين. خسارة. آه على كده على طول، كل ما يتزنق يخلع. معلش اصبري عليها مطرة بكرة يعني. الحكاية بوخت قوي يا معلم. أنا لا بقيت حمل لخبطة براءة ولا حمل ألغازك. أنا بقى عايز أعرف راسي من رجليا في الليلة دي. صبر يا مطر. أيوه يعني ناوي تعمل إيه؟ شفاعة، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك،
واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. ما قلتلك الصبر يا مطره. الله، هو السمع بقى بعافيه ولا حاجه؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم اخبيه، ما تهدي نفسك شويه يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوه. قولي تيل سكر عليك. سوريا بيت يا سوريا، عايزاك سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. انفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر اهو. هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو، هوى 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 لغايه ما تشعلي. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحده وربنا، ما هو لوحده، ده كل الحجاره ولعت. بقول لك ايه يا بنت؟ نعم. ما تيجي تسحكيه ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجاله، انا هسبقك على فوق حتى القعده. عين عليكي بنت متعاونه، بس محتاجه مجهود. اه لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت ومشي الرجاله. هاي يا علي، طمني. اتكلم ولا نطق بكلمه، نفس اللي قالهولك يا اخي. زي ما يكون مربطين سنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعه خلاص يا باشا. زي الغنم، عصايه واحده تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه، نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي، انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يو يا علي، انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه؟ انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك. مدام كرامه، الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشيه على علاج ولا ايه؟ طبعا ما في ايه، بس الحقيقه انا توقعت لما جوزك يرجع ان حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجه مضايقاكي؟ ايه هي؟ لازم تكوني صريحه معايا عشان اقدر اساعد في علاجك. اطمئني، هتخلفي باذن الله، بس كل حاجه هتيجي في وقتها. ثقي انك ممكن تتكلمي تاني. انت صحيح جيتيلي متاخر، لكن انا ما زلت عندي امل، انما اي حاجه تانيه بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي ان الادويه اللي انا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وانت حامل، هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الاهم ان انت مش مهيئه نفسيا في الوقت دوت لحمل طفل والأمومة. أنا مش عايزك تكوني متضايقة من صراحتي، بس لازم أكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة، ممكن أطلب منك طلب؟
ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي، ويا ريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني إن مراتك مش هنا، قلت أجي أعمل الواجب. لو أنت ما بتعرفيش تعملي الواجب في أوضة النوم. الواجب واجب في أي حتة. وتشكرينا بنت الأصول يا زوق، أنا أصلاً خارج. طب ما يلزمش مني أي حاجة قبل ما تخرج. ما يلزمش. متأكد؟ متأكد. حاجة كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. راشو، أنت بتثبتيني ولا إيه؟ معاش اللي يثبت. معاش اللي يثبت أفندينا. بس أنت لو طلبت لبن العصفور هيجيلك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب ما سكة بقى عشان يطير. العصفور. طب ما يطير. هو أنا ماسكاه والدنيا براحة إيه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. أوعد أهل دايرتي الكرام، أول ما رجلي تخطي عتبة المجلس لازم لا منطقة ولا فرد أتواجد. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. وأوعد اوعد برضو اهل دايرتي الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا ذل بلا اهانه بلا ضرب على القفا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل. جلوف فضل. وفي لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. ده الواد بجاش بتاعنا. هو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح. هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص انما اقول لي مكتوب ايه الاول. بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. كرامة؟ مكتوب كرامة؟ مكتوب كرامة. اتفضل شيشة المعلم يا كوارع. ولا يا سيد الشباب، كرامة بكرة الشعب عنده كرامة. ولا اتاوى ولا غرامة، بكرة الشعب عنده كرامة. جنة الشباب اللي حمينا المعلم خميس افندينا. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه. حمد لله على السلامه. اسم الله عليك. اسم الله عليك. تعال يا كتكوت. تعال يا دامر. ريحوا الرجالة. هموت يا بيس مرعوبة. ايه بس استهدي بالله يا أبلة والمصحف الشريف ده، أنا حاسة إنك واخدة عين. عين ما صليتش على النبي. عين وإيه؟ مركزة. عين إيه بس؟ خميس خرج والملط عايزني أكمل مع الباشا، وأنا محتاسة مش عارفة أعمل إيه في النصيبة دي. وده يا أختي إيه اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا أختي، يختص يختص ويقب تاني فجأة. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقولي الأفندينا وهو يتصرف.
لا انت اتجننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. يا شفاعة طمني. البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز البان تجهز لي الاسطبل وتخليلي السك على الآخر. مش عاوز جنس عامل موجود غيرك أنت وخرفوش ورز، فاهم؟ أمرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت أطيل الأرض. لغاية ما أصلي ركعتين شكر. براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحية التانية. ها؟ حصل يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى على قط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طبخ السلم بيدوقه، وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس، أدخل ده وأمنع ده، واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطواط لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطواط المرحلة. أمال عضلات منفوخة، جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض. على قفا إيه؟ بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر؟ الذكر هو خرج من العشة ورجع لأهله وناسه، والكل بيتبارك بيه، وأنا أول المتباركين. أنا في ديك الساعة فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده أنا كده تبقى اتفتحت لي طاقة القدر، والدنيا زهزهت، والحظ أنت معايا يا أخويا. ما كانش باين عليك لما شفتني، ده أنت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض؟ ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل ومعاه شله من اصحابه يقلع مالته ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عيلت. بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره او تقفش من جيوب الكل. بقول لك ايه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان فيه بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب ولعنا. بالراحة. حاضر يا بدران، انا هعمل ايه؟ انا بغير لك على الجد.
الله. قول لي يا بدران، عملت ايه بقى في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ بفكر. نعم انت لسه هتفكر يا بدران؟ حرام عليك، ده انا بطني قربت تبان وهتفتح قدام الناس كلها. ما انا عامل لك ايه يا سرعان؟ ما انت جالي بلوه برضه. ما هو غصب عني يا بدران. غصب عنك ليه؟ وانا كنت ضحكت عليكي وخدتك في حته ضلمه، ما كله كان برضاكي. اللي حصل 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 اسود. طب ما خلصتيش من بره بره ليه؟ دي شك الدبوس. وان كان على قرشنات انا اقوم معاكي بالواجب وبخصمه من ميتك. انا رحت عند الدكتور. قال لي لو عملت العمليه دي فيها خطر على حياتك. يبقى مش دكتور. من بكره هروح ارفع عليه قضيه واشتكيه في النقابه. خطر على حياتك؟ ده لو ما عملهاش يبقى خطر على حياتي انا، ولا عشان بخت اهلي انا الاسود؟ يا بدران حرام عليك، اهلي ناس غلابه، لو عرفوا حاجه زي كده ممكن يروحوا فيها. كمان طلع لك اهلي، دي حلوت على الاخر. دبرني يا اخويا، انا مش عارفه اعمل ايه. يا ريتني كنت اخوك دلوقتي. يا ريتك كنت اخويا وبعد اللي عملته. خلاص دلوقتي خلاص. اسمعي يا بت، ما تجيش هنا تاني، ما عدتش عايز سكرتيرات. ايوه كده بان على حياتك يا بدران. يعني انت مش عايز تقف جنبي؟ لا. طب والله يا بدران هفضحك قدام الناس كلها واقول كل حاجه. سعاد كده يا سعاد تفهميني غلط وانا مجروح. تخص عليك. اقعدي يا سعاد، اقعدي لو سمحت، اقعدي عشان انا تعبان. انا قصدي انت في اجازه مفتوحه، مفتوحه على الاخر عشان تريحي وعشان لبطنك، ومهيتك ماشيه زي ما هي عشان تتغذي وتتقوتي، مش عشانك انما عشان ابني. بس يا ريت تسلم الورق اللي عندك عشان ده بتاع ناس ملناش فيه. وتفضل يا ستي. مهيت شهر قدام عشان تعرفي قد ايه انا بحبك. بس هخصم 200 جنيه عربون اتعاب القضيه اللي هرفعها على الدكتور. قومي قومي، تعالي في حضني يا ام ابني. يا ترى سميتيه ولا سمه انا؟ اسميه انا. والمصحف ما قلت حاجه ولا اتكلمت ولا جبت سيره حد، والمصحف ما قلت حاجه. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب ولعلي. ارد عليك عم الشيخ. صدق الله العظيم.
معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقت. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، رنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاص الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو السنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك، الكلام هنا يفرق أوي يا معلم أبو سنة. جرى يا رجالة، أنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفاية عليك هنوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله أعلم خلصتك منه إزاي. وأنت أبو سنة، بضاعتك بدأت تشيح في السوق، هتنكشف، والشغل الشعبي مبقاش يليق بأفندينا. شوفوا يا رجالة، كلنا عارفين قانون اللعبة كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبدا هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول أبو سنة. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجاله. استنى انت يا خميس. عايزك. اسر باشا، اسر باشا. ايه في ايه مالك؟ مصيبة. طب خد نفسك كده وقول يا دوب في ايه؟ الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله؟ قتلوه. ايه؟ قتلوه؟ العمروتي ده طول عمره داهية، يعرف ازاي يكسب اللي قصاده. قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيبه، بس افندينا مش ساهل. انا مش فاهم حاجة، انت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا ايه بالظبط؟ خميس رجع السوق تاني، وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجه. ما انت لسه قايله يا حاجه ابنك مش سهل. طبعا ابني، هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق يا حاجه، البضاعه اتصبرت في الصعيد والرجاله جاهزه، انا حضرت الفلوس وان شاء الله هنزل عشان اخلص فيها. مش لوحدك يا ابو سنه. اه طبعا الرجاله معايا، ولا عايزه كلام؟ لا القصد ان خميس يروح يسلم ويستلم. خميس افندين. اه وماله حد واحد يا
سلام، مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس إن كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس إنك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة عمال تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما انا عارف. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك وعجبتني لان ليك كرامات مع الحكومة، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومة. خيانة تمنها الموت. في السنين اللي فاتت خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، انت خلاص اديت الحكومة حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نية اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيتو العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغله بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقة، ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشة ولا حتى لخبطة الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشة في دوامة. الطحنة دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يونون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص. بقى بيدور على خطين أبيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، خليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني اغرق. عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها من غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المجتمع. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفس كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران، دي مفيش فيها مصر. يا استاذ انا مش هين عليا اشوفك كده بصراحه، انت ياما وقفت جنبي، اديني لا مؤاخذه فرصه ارد لك المعروف. معروف؟ ايوه، انت ياما حامدني يا اخويا من ايد الحكومه ومقالبها. الله، ما ترجع الحريم دي المخزن وروح انت نايم انت كمان، او روح اقلبه عشكه مع اي زبون تاني، ولا سوق نايم. السوق نايم، ده الكون كله نايم. خلاص يا اخويا، الرجاله ما بقاش ليها مزاج. اسالني انا. بقول لك ايه، انا بقى هسوقك واروقك، هقوم اعمل لك فنجان قهوه من اللي بيخلي الرجاله يجوا هنا على ملا وشهم، قهوه ام ساميه. حتى القهوه مش عتقاها يا ام ساميه، اهم بداوا يقلوا. استلمي، افتح الباب يا واد، يا حركات يا اختي، متداري في اني خن. حاضر حاضر. أمر يا بلدينا. أستاذ بدران ساكن هنا؟ أيوه. أمال أنت مين؟ أنت اللي مين؟ طب أستاذ بدران فين؟ سي بدران جوه. طب قول لي إني بره.
طب ثواني. استنى استنى. خليك انت عروسه. أفندينا؟ أنا ولا ياكل معايا الكلام ده. أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة. أنا مش موصوف لي في الليلة دي كلها حاجة إلا خميس. يا رب ما تعليش صوتك أمال. لكن أنا مش متجعجعة والصدر المكشوف. الله العمروتي حط سيفه على رقاب الكل اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. أنا ما يهمنيش يا حد. أنا عارف نفسي. كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت. اسمعني. فرص جاية كتير والطار باين وعزامة تاخدش والفتحة مردودة بس السكة تفوق والدنيا تسلك ونلاقي له مقتل نضربه فيه. أيوة لو إن أنا مش حمل تلات أيام أصومهم. يعني عايزني أعمل إيه يا حاج؟ أحط جزمة قديمة في بقي وأسكت؟ أي ضربة هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراني لو رميتها هترد في وشك انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له ساعتها هتبقى اضيب صحيح. امرك يا معلم امرك انت والباشا. اتكني الحمار ما تفتحها بيت يا ماي شبرا ماشي عاجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طول غبي زي امه اعمل له ايه ما علينا نورني يا معلم روح هاتي لي فحم من عيني بس على مهلك وانت ماشي حاضر يا بنت على مهلك غبي زي امه العاشي المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك السعادة؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا مش في محل اكل عيش ببانه مفندقه وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون انا رمانه اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطه الايام مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبه قديمه زيتي. ايه الساونه اللي انت خارجه منها دي؟ اقفلي السخن وافتحي الساقع شويه خلينا نركلس ونقول الكلمتين. انا جايلك بالمفيد. ما انت قلت لي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسام على صدري وانا ضميتها لدولاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانه الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما طلبكيش. نعم امال ليه قلت لي بس ممكن في اي وقت يطلبك. انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول هو كمان مش على هواكي بس ممكن في اي لحظه يهفوا الشوق ساعتها لا انا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتصوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت البرنيطه اللي على دماغك دي هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط وبعدين حل ايه جت حل وسطى انك تعتصمي وقبل ما تعتصمي ترشي على وشك شويه ميه نار يمكن الباشا يتعاطف معاكي وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالب الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجمه. ايه اتفضل. ايه ده ايه ده بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك الضرفة اللي عامله زي السجان في بيتي انا خلاص خدت منها افراج واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش عشان انت عارف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك لا يطق لك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وغوم. ماشي ماشي انا هاخدها واضمها في دولاب الذكريات يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك. تصدقي ريحتها حلوه ازاي يا فندينا ما شمهاش؟ والمصحف لصوت ولم عليك الخل يلا غور يا ابن الكلب. دج يعني رمز الوفاء والاخلاص يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. يا
العمروتي. انسى بقى السيرة دي يا خميس. ده القانون يا ريس. هو يقول انما انا لا. وانت سيد اللي عارفين. بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. يا اولاد الرفضي لو ايه؟ كل الشمال منفد على بعضه. عسل اسود. 95 اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله اكبر. الليله ليله عيد. قوم يا بنت اللي شبه دكر البط انت. الله يا اختي. الله اكبر. منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان. الود ود يذبح لك بنت من البنات. ما تعملوا حركه يا ولايه. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدرن؟ يلا بنروح يا خميس. على جثتي انما غصب اعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاكي غصب. نفسي مره يبقى بمزاجك. انا مش طايق العيشه دي. ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس. وانا محرماك على نفسي. عشان اخطر اخويا. لكن زي ما انت شايف الدنيا معايا ملخبطه على الاخر. كلها متلعبكه. ابن الكلب بسبع ارواح. أنا عارفة إنك مش ناسي دار أخوك وإنك بتحبه قد ما أنا بحبه. بتحبيه؟ قوليها يا مطرة. أنا عارف. أنا عارف إنك لسه بتحبي الغريب. بشوفها في عينيكي حتى وإحنا. غصب عني. بالعكس يا مطرة. حبك لغريب هو اللي مخليني لسه باقي عليكي. وكان يعني على حبة النرفزة ولا ايدي اللي بتطول عليكي. معلش. دول يا دوب حلاوة روح. فش غل مش اكتر. صباح على خير يا مطرة. Thank you.
خفي يا ابو سنة هتحرقنا. وده ايه ده اصلا ان شاء الله؟ ما تخليكي في حواجبك يا شوق. وانا كنت بنتفهم لمين بقى ان شاء الله؟ طب ادي الملقط وادي المرايه وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب. اما اشوف اخرتها ايه معاك يا ابو سنه النهارده. ايه يا شوق؟ يعني بلاش اخد ودي مع نفسي شويه؟ يا راجل خد مني واديني، معايا البال يروق وترتاح. جبال لها راحه شوق. ليه يا حبيبي؟ فضفض وقول مالك. ماشي فضفض ترتاح نتقاسم، مش هي دي قسمة الحق؟ كل الحكاية ان انا مزاجي مش رايق الليلة شوية بقى. ده كلام يتقال برضو؟ ده انت كده تتضرب في السوق. ده انت المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. معلم وسيد المعلمين كمان. ولا انت زعلان ان خميس هيطلع معاك الطلعه بتاعه الصعيد؟ يا شوق انت من امتى بتدخلي مناخيرك في حاجه تخصنا؟ وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس اطلع معاه مشوار الصعيد؟ ما في الاخر مصلحه واحده برضو. ما تاخذنيش يا معلم في اللي انا هقوله، بس الصراحه المصلحه فلتت من تحت باطك ونطت في عبء افندي. شوق ده زيت في دقيق ملكش انك انت تخش فيه. وبدل ما انت ماسكه شنيور وعماله تنخوري في نفوخي، قومي طري القعده، اعملي حاجه، انزلي لك كازتين، هاتي حاجه تشرم اللي بتلطش وتطهر الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا انسى ايه؟ بس احنا في نصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس؟ هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحة عليا جسمي بيعلم. ما يعلم مش انا المعلم؟ ها لازم اعلم. قوم يا بيت. قوم. أبداً يا حبيبتي.